يسعد اوقاتكم. طال اليوم منا عفوية، انا قصدت طول هيك لسببين. اول سبب لإلكم انه ما حدا في يهيني، لاني انا بحترم الكل وبحترم حالي. اللبس ما بيحدد احترام الانسان، مضمون الانسان اللي بيحدد احترامه. انا ما هنت حدا، ما جيت صوب حدا، ورح ضل محترم الكل. ما بأيد ارائكم بس مضطرة احترمها، بتمنى تعملوني بالمثل. الشغلة التانية انه انا طلعت هيك لإلكم انه العهر بالفكر ومش باللبس. شو من هذا المخرب اللي عاملة أزمة؟ شو شفتوا؟ بتروحوا على البحر بكون الكل لابسين مايو، هيك بتمرق مرة لابسة شورت، طلعوا بالمرة اللي لابسة شورت. مجتمعنا شرقي سخيف وسطحي. اللي بدي اياه منكم تعرفوا انه انا انسان عادي واقل، عندي جمهور محب، ثقافته بتوازي عندي مليارات الناس اللي مش مثقفة وشايفة حالي في قد الدنيا. حبيتوا تتابعوني باحترام، اهلا وسهلا فيكم. ما حبيتوا رجاء ابعدوا عني لانه انا